مرحبا برج القوس، أهلا فيكم. نبتدي أول شيء في الطاقة العامة من هذه الورقة اللي سحبتها لكم. طلع عندكم وايلد، شيء جامح، رقم 15 تحتها. أحس هني إن في أمور مشت بسرعة أو راح تمشي بسرعة بينك وبين الشريك، انقطاع سريع يتغير عليك بسرعة، لأن هاي كرت الجموح. اوكي، يتغير بسرعة، تصدر منه تصرفات غريبة، متعود انه يتصل في الوقت الفلاني او يرجع البيت في الوقت الفلاني. يصير في تغيير عاصف مرة واحدة، مثل العاصفة شلون تجي مرة واحدة ويكون غير ممكن تتنبأ بتحركاتها. هذه الطاقة اللي راح تأتي، ولكن تأتي من قبل الشريك. خلني اكون واضحة، واللون الاحمر هني قاعد يجذبني. راح يكون اما هو في خطر، يحط نفسه في موضع خطر، أو يقوم بشيء عابر سريع، يوقع أوراق بسرعة، يدخل في علاقة عابرة بسرعة، يرتبط حتى بسرعة، ولكن يدفع الثمن غاليا، يرجع يبكي. هذه هي الطاقة العامة، إنه راح يتصرف بسرعة شريككم، وأيضا راح يدفع الثمن سريعا خلال أقل من شهر حتى، بسرعة، مثل ما الأمور مشت بسرعة بينهم وبين بعض. هني ممكن تكون حتى علاقة بزنس وعمل ترد تخترب وتتكسر سريعا، مع ان البنيان جديد ولكن مو مبني على اسس قوية. هاي اللي ابي اقوله. انت فقط يا برج القوس اللي تقدر تحدد هل هي علاقة مع احد من الاهل، هل هي علاقة مع شريك جديد في الاعمال، مع شريكك هني تعرف عليه شخص جديد سريع، أو ممكن تكون حتى علاقة عابرة، علاقة جنسية عابرة. أنت اللي تقدر تحط يدك على الموضع وبالضبط تعرف شنو يعني لك هذا الكرت، ومن هو بالضبط هذا الكرت، لأن كل واحد السيناريو ماله راح يختلف. ندخل الحين في طاقة الحيوان قبل ما نتطرق إلى التارو. أنت عندك الخفاش، شريكك الخفاش طبعا عنصر هوائي، كأنما اللون قاعد يجذبني، في تشابه في اللون هني، كأنما انت اللي راح تكون يا برج القوس، خصوصا اذا صرت ذكي شوية، انت اللي راح تكون تسلم وتلوذ بالفرار من المصيبة اللي جاية وبتغلق يدها على شريكك هني. هي المصيبة جاية في الطريق، ولكن انت اللي تقدر، انه لان عندك جنحان تقدر تطير بسرعة. شريكك عنده سمكة، السمكة راح تكون مشتتة وخائفة متعبة وأيضا غرقانة في الماء، ما تقدر تسوي شيء. الطرف الثالث من هو؟ عندنا الحمار الوحشي، الزيبرا، هذه هي طاقة الطرف الثالث. الطرف الثالث إنسان اجتماعيا الكل ينفر منه، يعني الكل يتفق أن هذا الشخص إنسان مثلا إحنا نحذر منه، هو نفسه علامة خطر، هو هاي اللون. ولكن حقيقة إذا تشوف الزيبرا عنده كذا لون، فما أدري، أحس إنه هو إنسان يمكن يعتبر بين الناس ما يحترمونه، ما يوافقون عليه، ما يوافقون عليكم صديق لشريكك، ما يوافقون حتى عليه المقربين منكم إنه يكون زميل دراسة، صديق، ما يوافقون عليه كارتباط سريع، ولكن في إصرار من جانب شريكك في الماضي. ايضا انتوا اللي تقدرون تحددون يا برج القوس اذا هالشيء ابتدى يصير ولا اوريدي صار، واذا ما صار اصلا معناته راح يصير في المستقبل، تطلع علامات عندكم في المستقبل. مثل هالسيناريو ان عندك هني شخص تمسك وعاند، تسعة الاغصان، طاقة عدم الاستسلام، بالرغم من تحذيرات الكل. في اخرين اللون الاحمر يقول لي انه مو بس انت اللي لاحظت، الآخرين المقربين من شريكك، الأهل والأصدقاء، لاحظوا وعرفوا إن راح يختار إنه يدخل مثلا في علاقة أو في نوع من البزنس مع هذا الشخص، أو يعمل مع هذا الشخص، وحذروا، ولكن هو اللي ما سمع الكلام. إحنا مثل اللي نقول للطفل ترى هذا حار، لما يكون بيمسك الكهرباء أو بيمسك الجمر نقول له هذا حار، وهذا حار، ونحذره ونبعد يده، بس بعدين يغافلنا الطفل ويصر انه هو يجرب لنفسه ويصيح. هذه هي طاقة شريكك هالشهر، انه فعلا راجع لك ويصيح، راجع هني. الماي اللي قاعد يجيني من السمكة هي كأنما دموع خوف،
دموع وحدة، لأنه دخل في مصيبة كبيرة، في التزام مع هذا الطرف الثالث. ممكن يكون الطرف الثالث هاي شركة، ترى توقيع عقد عمل، أنت اللي تقدر تعرف. خلنا تخلي طاقتك عندك الخفاش، كأنما أن طاقة اللي أمك داعيت لك، إحنا نقول طاقة اللي سلمت أو راح تسلم في آخر لحظة من المصيبة اللي على وشك أن تغلق هني، من المصيبة اللي على وشك أن تسقط على رأس شريكك. عندك كرت العدالة برج الميزان، عندك حماية إلهية مطلقة. أنت يمكن تفكر هي بسبب شخص معين تدخل، مثلا كنتوا راح ترتبطون أنت والشريك، على وشك الارتباط اللي خلاص ما باقي لكم إلا خطوتين وخلاص تكونون متزوجين، مثلا على وشك أن تدخلون في شراكة مع بعض مع هذا الطرف. أوكي، لحسن الحظ كان في عراقيل في دربك، أنت تفكرها عراقيل ولكن هي حماية إلهية. عندنا كرت العدالة، الله ما سمح أن أنت أيضا تكون جزء من هذا المشكلة أو الفخ اللي صار هني. ولو أنا ما أحس أنها طاقة فخ، لأن الزيبرا واضح في ألوانه، في لون أسود وفي لون أبيض بس مو مختلطين مع بعض، ما فيها خلط واضح. أوكي، فهذه الحماية الإلهية هي اللي حطت العراقيل أمامك عشان ما يصير في التزام وارتباط، عشان ما يجرك الشريك لهذه إحنا نقول الهفوة، الإحساس العابر إنه يبي ياخذ هاي المخاطرة مع هاي الشخص. في الفترة القادمة شنو اللي راح يصير؟ السمكة متجهة تجاهك أنت، فراح يرجع لك الشريك مو فقط ندمان، ولكن بسرعة يبي، وهني فقد شيء مهم من الأمان، من الاستقرار، من الأموال، أو راح يفقد. أوكي، بسرعة يبي يعوض خسارته عن طريق إنه يثبتك أنت. طلع عندك الخفاش، كأنه يقول لك لا تتثبت، لأن حتى طاقة الأرض اللي طلعت عندك عبارة عن الخماسيين، عبارة عن طاقة الجوجلينج، رجل موجودة ورجل مو موجودة. احنا نقول رجل في الدنيا ورجل في القبر، داخل وطالع في نفس الوقت، ما تكون مثبت. إذا ثبتك الشريك في زواج، في ارتباط، أخذ منك كلمة، أخذ منك وعد، حتى إذا عطيتك كلمة أنه رح تظل معاه في الفترة القادمة، ما رح يتعلم درسه، وراح انت معاه تدفعون الثمن، مو بس هو بروحه، شيء انت مالك ذنب فيه راح تدفع فيه الثمن. هذا مو وقت تقديم المساعده لشريكك، ما حسب هالشيء، لان عندك الكوب الاول. الكوب الاول هو مو بس كوب الاعتذار، كوب الزواج، كوب اللي خلاص صرت مستعد اعطيك كل اللي تتمناه، ولكن راح ياتيك بثمن. هاي اللي ابي اقوله، راح ياتيك بثمن انت غني عنه، لانه كأنما في وقت انغلقت عليك للأبواب شريكك، عشان كذي حين رجع يبي يفتح الباب معك. فعشان الكوب هذا قاعد يقدم لك، نعم، ولكن من أجل الأسباب الخاطئة. في المستقبل لما يأتيك الكوب، تحرص أن يكون مع شخص ما عنده مشاكل، أو يكون شريكك وضعه أصلا ما عنده مشاكل، ما عنده التزامات، مو طايح في مشكلة، من أجل ذلك راجع لي. ليش راجع؟ الطاقة تقول لك كذي، يعني الحماية الإلهية جدا قوية وموجودة، وأحسها أنا هني في كرت العدالة برج الميزان. ولكن إذا أنت رضيت أن تقع في الفخ، هذا الشيء خاص فيك أنت، ما حد يقدر يقرره بدالك. شريكك عنده السمكة، عنده ستة الأغصان مقلوبة، لما تكون كذي معناتها متوج أمام الناس، ناجح في عيون الناس. لما تكون كذي معناتها انتكست وانتكاسة كبيرة أمام الناس، لأنك أصريت في تسع الأغصان، أصريت على غلط. ملكة السيوف، في شخص أكبر منك سنا، في شخص تكلم مع شريكك، قعد معاه قعدة طويلة وتحدثوا في الموضوع، وفهم أن تعاقدك أو دخولك في علاقة مع هذا الطرف الثالث، تقربك منه حتى كصديق، جدا ضار. عندنا ملكة السيوف، احنا دائما نقول ملكة السيوف اللي على طول تسحب سيفها وتقطع. ملكة السيوف هني احسها حتى هي داست على نفسها عشان تعقل، عشان تثبت، تفتح عين شريكك السمكة. السمكة اللي تريد ان تأكل الطعم وما يهمها شنو راح يكون في نتائج. احتمال كبير ايضا، شنو الطاقة اللي قاعدة تجيني؟ احتمال انتو كنتو في انفصال او في ابتعاد بينك وبين الشريك هني.
في نزوة، هاي الكلمة اللي كنت أبحث عنها، نزوة. أوكي، في نزوة كذي عابرة سريعة التقى بإنسان أو إنسانة مو من ثوبة، شخص جدا مختلف من ديانة مختلفة دولة مختلفة يتحدث لغة مختلفة، لأن عندنا الزيبرا، شخص لونه غير شكله غير من أسرة أرستقراطية جدا مختلفة. انجذب شريكك لهذا الشخص سريعا، قرر أنه خلاص راح يرتبط فيه، أو انجذب له حتى كزميل عمل بسرعة قرر أنه يفتح معاه شراكة بس لأنه التقوا مع بعض كم مرة في اجتماع وشافوا فيه تفاهم. أوكي، انجذب الطفل هني، عندك شخص مو ناضج شريكك انجذب للنار وأصر أنه يمسك الجمر الحار، ما تقدر تسوي شيء لأن هني في شخص، عندنا ملكة السيوف، أم، أب، أخ أكبر سنا، شخص أكبر سنا عند شريكك قعد معاه قعدة طويلة، مو من عادته هذا الشخص أنه يقعد مع أحد أو يحذر أحد أو حتى يهتم بأحد، هذا الشخص هم نفسه ملكة السيوف، ولكن مع ذلك قعدوا مع شريكك أو راح يقعدون مع شريكك. نفس اللي أقوله لكم، غيروا الوقت الزمني للقراءة عشان يفهمونه، في وقفة جادة من أسرته من أصدقائه حاولوا يمنعون هاي الارتباط، ولكن شريككم رح يكون في من جانبه إصرار، ولكن إصرار يخلي في النهاية يبكي ندما، هاي اللي لازم ننتبه له. أوكي، بعدين عندنا الطرف الثالث، عند الحمار الوحشي عندنا 10 الأغصان، عند ملك السيوف وعند السيفين. لازم أتكلم هني بصراحة، لما أحس إن في خبث عند الطرف الثالث، نفس القراءات السابقة أو قراءات الأبراج الثانية، قلت لهم إن أنا أحس الطرف الثالث خبيث. أنا ما أحس هني إن الطرف الثالث خبيث، الطرف الثالث هني شريكك راح يرجع وعذره راح يكون فلان قص علي، فلان كذب علي، فلان خدعني، اللي هو هذا الشخص، بس ما قاعد أحس في هاي الطاقة. قاعد أحس هني في شخص الطرف الثالث قاعد يقول لي القصة من لسانه أو من جانبه، قاعد يقول لي أنا عمري ما مثلت إني مثلا متدين، عمري ما مثلت إني كذا كذا، أنا أتصرف على حقيقتي، أنا جمر، أنا نار، وكنت أتصرف كأني نار، أنا مو نار تصرفت كأني ثلج، لا أنا نار تصرفت على أساس إني نار وأعرض نفسي أمام الناس إني نار. أوكي، ممكن تكون حتى امرأة، ممكن تكون حتى رجل، انا كذي طبيعتي، ما تلونت، هني الزيبرا قاعد يقول لي ما تلونت عشان احد، ولكن هو هذا الشخص اللي هو شريكك هو اللي انجذب، هو اللي اصر عند 9 الأغصان اصر، لكن ليش هني احس اصراره ما في وعي، لانه ما طلع عندنا الوجه الثاني لهذا الكرت، الوجه الناضج، كرت القوة لبرج الأسد، الثبات، لا طلع عندنا 9 الأغصان مصر على الغلط اللي هو فيه من البداية. الطرف الثالث قاعد يقول لي ان دخلوا في نوع من الاتفاق، كان في بينهم اتفاق، طاقة السيوف مع بعض مع ملك السيوف، دخلوا في اتفاق، في عقد لفظي ام عقد وقعوه بالأوراق، كان في اتفاق واضح بينهم بخصوص الشروط، بخصوص مثلا المهر، بخصوص كم يكون مبلغ الشراكة، كان في تفاصيل جدا كثيرة متفق عليها، وايد اكثر مما تتخيل، وفي كل مرحلة وفي كل شرط قال الطرف الثالث شريكك ورد قال انا موافق، عشان كذي صارت المشكلة، مو لان الطرف الثالث اللي احنا دائما نتوقعه هو المخادع وهو النصاب، ما عنده طاقة النصب، عند طاقة أنا من البداية كنت واضح أني أتوقع الكثير من الأموال أو الكثير من الاهتمام، الكثير من العطاء، الكثير من النجاح. أوكي، اللي صار أنه هني شريكك هو اللي قال أنه راح يقدر يوفي، راح يقدر يضخ الأموال، راح يقدر يكون موجود، مثلا لو كان زواج راح يكون شريكك هو اللي قال للطرف الثالث عاد نتزوج ونعيش في أي دولة أنت تختارها، مو لازم تعيش معاي في دولتي، هاي نوع من الاتفاق، إن من البداية أنا قلت له، أنا وضحت له وإحنا اتفقنا على الشروط، وكنت واضح معه أو كنت واضحة أنا كامرأة معه. بعدين عقب فترة السمكة هني
تشكي وتبكي إن ما تقدر توفي كل شروط العقد، كل شروط الاتفاق. عشان كذي صارت المشكلة، عشان كذي صار الانكسار الصدع. السيفين هني كرت الأبراج الهوائية وبالخصوص برج الجوزاء يبين الصدع اللي صار، وين الانكسار في أحد الشروط الأساسية اللي أخل فيهم شريكك. يمكن من الأسهل نسمع أو نقول أن الطرف الثالث، هذا الشخص الغريب اللي إحنا ما نعرفه، هو الباد جاي، هو الإنسان السيء. بس لا، مو هذه هي حقيقة الوضع. كان جدا صريح، ولو أنه دبلوماسي عندنا ملك السيوف، كان نعم عنده أسلوب كاريزما جذاب، ولكن في نفس الوقت كان صريح في شروطه. مثلا هذه علاقة عابرة، عطني كذا كذا أعطيك كذا كذا، هذا نوع من البزنس راح ندخل فيه، نحتاج مليون، شريكك ما عنده مليون، قال أنا عندي مليون، محتاجين نضخ مليون كل شهر، ما عنده قال عندي. وبعدين لما جل وقت وصار في وقت تنفيذ هني، ابتدى شريكك يتعذر أو يتلكك. فللأسف هني يا برج القوس ما أحس أن الطرف الثالث هو الغلطان، ولا حتى أنتوا الغلطانين. التحذير الوحيد أن لا تحاول تهب إلى مساعدة الشريك في الفترة القادمة، راح يتعود، أنت راح تخسر، تدفع ثمن غلطة أنت ما غلطها، قرار خاطئ أنت ما أخذته. هني كأن الطاقة تقول لي أنت مو أم أحد، أنت مو أمه، أنت مو أبوه. حتى الأم والأبو يقدرون يساعدون لحد معين، مو حد مفتوح، مو حد الإنفينيتي اللا محدود، لا ما يصير هذا الكلام. عندك حماية، عندك الكثير من الحماية والكثير من الأشياء. شوف كأن أحس حتى احتمال عروض ثانية تأتيك من أشخاص ثانيين، عروض عمل أفضل، زواج أفضل، أوكي. ولكن لا تصير عالق هني مع السمكة، لأن السمكة أمام الناس الحين شنو أو شنو في المستقبل راح يصيدها، اللي هو شريكك. شريكك راح يمر بمرحلة إن هذه المشكلة تصير عبرة أمام الناس، تنتشر أمام الناس، وصير هو كأنما يتشمتون فيه الآخرين. في شماتة قادمة في الطريق. الخيار اللي لازم تختاره وبوعي إن أنت الله سلمك من الموضوع سابقا، ولكن إذا رديت أنت تدخل معاه في الخطر هذا موضوع ثاني، لأن الشماتة قادمة. عندك جنحان تطير فيها، عندك حماية تقدر تستعملها، عندك عروض أفضل قادمة في طريقك مع أشخاص أفضل. هل تريد أن تظل وتدفع ثمن غلطة أنت ما غلطها؟ عندنا هني ستة الأقصان، إن في شيء أمام الناس رح ينكشف. أوكي عزيزي برج القوس، هذه كانت